إذا للوقوف عند جهود الحكومة في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في ظل الفساد الذي يضرب قطاعي الري والزراعة، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بكم في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. ازدياد نسبة التصحر في العراق إلى 71%، ولكن إلى أي مدى أدت السياسات المتعاقبة من حكومات ما بعد الاحتلال في تفاقم هذه الأزمة دكتور؟ شكرا على الاستضافة أخي العزيز. بالنسبة إلى الحكومة بعد 2003 إلى فترة قريبة كانت مهملة الجانب هذا بشكل كبير جدا، أصلا ماكو أي شيء تجاه هذه المسألة. يعني احنا نسمع كلام كثير في وسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي شيء في هذا المجال. و إذا نجي ناخذ مثلا وزارة الموارد المائية اللي هي المسؤولة عن هذا الشيء، نلاحظ أنه معظم الوزراء اللي تقلدوا هاي الوزارة ما لهم أي خبرة في مجال الموارد المائية عدا الأستاذ مهدي رشيد الحمداني والأستاذ عون ذياب حاليا. لكن هذا ما يكفي، يعني إذا تجيب شخص مختص وتسلم وزارة إذا ما أكو خطة علمية مدروسة حتى ينفذها هذا التأجير، فالفائدة من وجوده تنتفي. فإحنا إذا نلاحظ أولا ميزانية هذه الوزارة هي من أقل الميزانيات، وإذا نلاحظ المشاريع اللي نفذت أصلا ما أكو مشروع يذكر على أرض الواقع تجاه هذا الشيء. المشاريع مع الأسف كلها ارتجالية وما بها بعد نظر، فلذلك معظمها فاشل، فهو السبب في تفاقم الأزمة ووصولنا إلى هذه المرحلة الحرجة بالنسبة للتصحر. طيب دكتور، لو فتحنا ملف تصرفات إيران تجاه العراق، المتخصصون يرجعون أن سبب الجفاف أو من أسباب أزمة القطاع الزراعي هو الجفاف. هل هناك دور تلعبه إيران في خضم هذه الأزمة دكتور نظير؟ حتى نكون واضحين جدا، وإحنا هذا الكلام يعني أنا تكلمت على قناتكم الكريمة. أسباب الجفاف ثلاثة. أولا المشاريع المائية في دول الجوار اللي هي إيران وتركيا، ثانيا التغير المناخي، وثالثا طبيعة إدارة الموارد المائية داخل العراق. بالنسبة إلى المشاريع المائية لإيران، إيران تصرفاتها عجيبة غريبة. يعني قبل شهر إذا نسمع كانت هناك أزمة بين إيران وأفغانستان، لأن أفغانستان حاولت تستغل مياه أحد الأنهار المشتركة اللي ينبع من أفغانستان ويدخل إلى الأراضي الإيرانية. وقامت الدنيا إيران على أفغانستان، لكن في نفس الوقت نلاحظ أنه إيران حولت مجاري أنهار رئيسية مثل الكرخة والكارون وسيروان وغيرها، وأيضا كثير من الوديان الجانبية اللي كانت تجيب تقريبا 7 مليار متر مكعب من المياه إلى العراق، كلها حولتها إلى داخل الأراضي الإيرانية بدون أي اكتراث للأضرار الناجمة عن هذه التصرفات. ثانيا إذا نلاحظ تصريحات المسؤولين سواء وزراء الموارد المائية أو بعض نواب البرلمان، نلاحظ أنه إيران ما قبلت تتفاوض على مسألة المياه وتتفاهم على مسألة المياه لحد الآن مع الجانب العراقي. هذه هي تصرفات الجانب الإيراني في هذا المجال مع الأسف. ولكن دكتور، يعني أكثر من 13 مليار دولار صرفت لمواجهة التصحر في العراق، إذا كان هذا المبلغ كبير وأنتم ستجيبون على ذلك، وإذا فرضنا جدلا بوجود خطط لمواجهة الأزمة، لماذا أصلا تتفاقم هذه الأزمة دكتور؟ أولا المبلغ، طبعا احنا بنسمع 13 مليار طبعا مبلغ كبير، لكن وين المشاريع؟ وين المشاريع اللي نفذت؟ قلنا احنا حتى المشروع اللي ينفذ يترك ويهمل ويندثر.
فهذه مو خطة عمل استراتيجية. بالنسبة لموارد المياه يجب أن تكون الخطة سليمة ومبنية على أسس علمية تتعامل مع المشاكل الحالية والمتوقعة مستقبلا. هذه الاستراتيجية وتنفذ بغض النظر عن الوزير اللي يستلم الوزارة أو الكتلة اللي تستلم الحكومة، لأن أمن البلد يعتمد على هذه المسألة. لكن احنا ما عندنا خطة استراتيجية، احنا أي وزير يجي يخرب كل اللي سواه الوزير اللي قبله نعم. ويبدي من جديد. فلذلك ما راح تشوف أي تقدم أو أي شيء مثمر أو إيجابي في هذا المجال إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن. دكتور، المادة 57 من الموازنة الجديدة والتي تسمح بإقامة مشاريع صناعية وخدمية على الأراضي الزراعية التي ليس لها حصة مائية، بداية كيف يمكن تحديد حصص المياه؟ هل هذه الحصص ثابتة ما يعطي مبرر لتجريف الأراضي دكتور؟ هذه الحصص المائية من زمان موجودة، نعم. لكن المشكلة الخطيرة جدا أنه قبل سنة ونص تقريبا وزارة الموارد المائية خلصت هذه الأراضي إلى 50%. يعني معناها قبل كانت بحدود 12 مليون دونم، حاليا بحدود 6 مليون أو أقل. إذا هذه كلها الأراضي راح ما يزودوها بالمياه مستقبلا، يعني معناها راح تنقلب إلى صحراء. وللعلم يعني إضافة إلى هذا الشيء، لمعلوماتكم أيضا، الأخبار اللي بنسمعها أنه تركيا بتحاول تبني سد الجزيرة اللي هو جنوب سد أليسو، هذا سد روائي. هذا إذا بنى تقديراتنا أنه 750 ألف دونم من الأراضي الزراعية راح تتحول إلى أراضي صحراوية. فهذه أرجع على النقطة اللي تفضلت فيها، نعم. هذه خطأ كبير جدا، لأنه احنا من الممكن أن نعالج أزمة المياه بشكل علمي وفني مقبول. وإحنا صار 20 سنة نتكلم عن كيفية الحلول، لكن مع الأسف على أرض الواقع ما نشوف أي تنفيذ للي نتحدث به. عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم دكتور.